الإمام صلوات الله وسلامه عليه كان قامة علمية عملاقة، الكل كان يشير إلى ملكاته ومواهبه ومقامه العلمي. هذا المنصور الدوانيقي أراد أن يسقط الإمام من عيون الناس، فجاء إلى أبي حنيفة النعمان. أبو حنيفة النعمان هذا من الذين تتلمذوا على يدي الإمام الصادق جعفر صلوات الله وسلامه عليه، والذي قال: لولا السنتان لهلك النعمان، يعني السنتين اللتين تتلمذ فيهما على يدي الإمام الصادق. ولكن للأسف خالف الإمام منهجا أعلمه الرماية كل يوم، ولما اشتد ساعده رماني. على كل حال، فطلب من أبي حنيفة أن يعد 40 مسألة من المسائل التي لا يتمكن الإمام على الإجابة عليها. وبالفعل أعد المنصور الدوانيقي ذلك المجلس الحاشد بالعلماء والمفكرين من جميع الملل والأديان، وحضر أبو حنيفة النعمان ومعه هذه المسائل، فأخذ يسأل الإمام الواحدة تلو الأخرى، والإمام يجيب عليها مسألة بعد مسألة، ويقول: أنتم تقولون كذا ونحن نقول كذا وأهل المدينة يقولون كذا، فربما خالفنا وربما خالفهم وربما وافقنا وربما وافقهم. فأبهر من كان حاضرا، لم يتلكأ في إجابة أبدا، وإذا بأبي حنيفة النعمان يقول: أعلم الناس أعلمهم باختلاف الناس. نعم، إنسان قد تكون عنده قناعة برأيه وأن رأيه هو الصواب هو الصحيح، لكن لا يمنع أن يطلع على آراء الآخرين، أن يقرأ لفكر الآخرين حتى يعرف ما عندهم. الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه وهو إمام المذهب كان مطلعا على آراء الجميع، وكان يجيب من يواليه بجوابه، ويجيب من يخالفه بجوابات أئمتهم، وهكذا. فالإنسان لابد أن يكون مطلعا على آراء الآخرين. مثلا الآن عندنا أكثر من مرجع، ولذلك طالب العلم لابد أن يكون له اطلاع على آراء هذه المراجع، حتى يأتي من يرجع إلى فلان من المراجع يعطيه جوابا على رأي ذلك المرجع الذي يقلده، آخر يقلد زيد، آخر يقلد عمرو، فيعطي كل واحد من يسأله جوابا عن من يقلده أو رأي مرجعه. مو والله إذا جاء واحد يقول: والله ما أعرف رأي هذا المرجع. لا، عليك أن تطلع وتثقف نفسك بآراء الآخرين. وهكذا كان إمامنا الصادق عليه السلام. أحد أصحاب الإمام كان يجلس ويفتي للناس، كل برأي من يرجع إليه، الموالين وأتباع الإمام يعطيهم رأي الإمام، المخالفين للإمام يعطيهم آراء أئمتهم، وهكذا. فتقابل مع الإمام في يوم من الأيام، قال له: يا هذا، إني سمعت عنك كلام حسن. قال له: وماذا يا ابن رسول الله؟ قال له: إنك تفتي الموالين والأتباع لنا بآرائنا، وتفتي المخالفين لنا بآراء أئمتهم. فقال له: نعم يا ابن رسول الله، هل في ذلك خطأ؟ قال: بل أحسنت،
على ما تفعله هذا ما أفعل. الإنسان لابد يكون عند اطلاع على آراء الآخرين، ما قال والله أنا إمام وأنا رأيي هو الصواب.